الليلة الماضية تقريبا بالساعة 1 بالليل البريل تعرضت للصواريخ، تقريبا 6 صواريخ سقطت قريب من كردستان أباشير، قناة كردستان أباشير. الصوت كان كبير للغاية، و حسنا بالصوت، الهيجان كان هيجان، كل الموظفين كانوا بالخير الحمد لله، كل الصحفيين كانوا بخير، بس يعني تقريبا الضرر المادي موجود هنا، بس يعني الحمد لله احنا ككردستان أباشير راح نستمر في رسالتنا المهنيه، في رسالتنا السلميه. سرتا بخير هاتني او دكم لكنالي كردستان بسوسار او بدا خو شوي رابردو تن موشچيك اراستي دورو بري كنالي كردستان بسوسار كرا اكام دا زياني چي زور بر بالخانه او بنايه كي كردستان بسوسار كرد، بلام خوشبختانه جاني كارمندان سلامته او هيز كارمنده يعني هيز زياني چي جاني بر كارمندان نكوتو. Thank you.